بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عقب انتهاء مباراه النادي الاهلي وميديانا الغاني بفوز النادي الاهلي بثلاثيه سجلهم في الشوط الثاني، وانا هنا هتكلم في كلمتين مهمين جدا وان شاء الله باذن الله هيكون لايف موفق. ولكن لحد هذه اللحظه واحنا تقريبا في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل ضايع في مباراه الوداد وفريق جالاكسي التنزاني، فريق الوداد متاخر بهدف. لو في جديد احنا في اخر دقيقه، ولكن انا طلعت مع حضراتكم لايف. لو في جديد برضو يا ريت الناس تعرفني. مفاجاه كبيره جدا، فريق جالاكسي بيتقدم على فريق الوداد المغربي في مراكش في المغرب بهدف مقابل لا شيء. هنبدا على بركه الله. قبل ما ابدا كلامي واتكلم على الماتش ده، في حاجه لفتت نظري زعلتني جدا، وهي ان البطوله كلها برعايه وان اكس بيت. وان اكس بيت شركه المراهنات هي اللي بترعى هذه البطوله، وحاجه حزينه. انا يمكن كنت عملت لايف قبل كده اتكلمت عن القصه ديت، وجيت قلت لك بنحذر شبابنا ان هم يخشوا في الموضوع ده، ويا ريت يخلي بالهم موضوع التوقعات والمراهنات والحاجات اللي هي بتعمل خراب للبيوت دي. اتمنى ان ما حدش يخش في السكه، ولكن مفاجاه كبيره جدا اتفاجئ ان اصلا الراعي الرسمي لدوري ابطال افريقيا بالكامل كله هو وان اكس بيت. فدي اصلا حاجه غريبه جدا، وربنا يستر على شبابنا. وخلي بالكم يا جماعه، لان ده فخ انا عن نفسي مش مريحني، وربنا يسترها. في ناس بعت اللي وراها واللي قدامها، وبحذر تاني قبل ما ابدا كلام في اللايف، ملوش علاقه بقى بانتماء ولا من بلد، انت ايا كان منين، لو سمحت نصيحه شخصيه من اخ، ما حدش يتعامل على البرامج دي نهائي. نصيحه وافتكروا كلامي، يعني اللهم بلغت اللهم فشل. نبدا على بركه الله. اولا يا جماعه انا عايز اقول حاجه، لان انا دايما والله في اي حاجه باجي اتكلم عليها عن الاهلي، يعني او اجيب سيرته او احلل اي ماتشات ليه. النهارده انا اتكلمت على الترجي واتكلمت على النجم الساحلي، ما تسمعش اي كلام ولا في الصياح ولا حد بيعترض. بنجيب سيره كل الانديه، واتكلمنا على الوداد وبنتكلم على كل الانديه. النادي الوحيد اللي عنده كميه ناس عندها صفار هو النادي الاهلي. بمجرد ما انا اجيب سيرته سواء بنتيجه او بخبر او باي حاجه، تلاقي طقم ناس عندهم صفار صفر كده عندهم. في فرق من ان انت تكون منافس تتمنى ان انت تبقى تعدي الاهلي وبتاع، فرق من ان انت تكون بني ادم عندك ضغينه وكره وحقد على هذا النادي. فانا كسلام علوي بواجه النوعيه دي، خصوصا عشان انتمائي الطبيعي ان انا واحد منتمي لنادي الزمالك وعاشق لهذا النادي، اللي للاسف بيعيش فتره من اسوأ فتراته في التاريخ. فدايما بقى يحاسب عليا ان انا دايما لازم اجيب سيره نادي الاهلي باي حاجه فيها سوء، ولكن لانه نادي بيدوس على الصعاب وبيدوس على اوجاعه، وهو مش يعني انا حتى لو فكرت ان انا اتكلم عليه كلام مش حلو، فهو ما شاء الله لا قوه الا بالله بيرد على نفسه وما بيديش لفرصه لا لاسلام علوي ولا لغير اسلام علوي ان هو ينتقده ولا يعرف يجيب سيرته. فالناس اللي عندها صفار طول الوقت دايما شايفه ان انت لازم تجيب سيرته بالشر. الشوط الاولاني لما نزل وانتهى، وانا نزلت بوست يعني على الفيسبوك وجيت قلت انتهاء الشوط الاول بتعادل الاهلي وفريق ميديانا الغاني 0-0، كل الناس بقى نزلت ضحك ونزلت قالت ايه لما نشوف ما اعرفش الشوط الثاني يحصل ايه، واكيد انت متضايق، وناس ثانيه تقول اكيد انت مبسوط. تضاد، لا هم عارفين انا مبسوط ولا متضايق، خصوصا ان انا قاعد ومتاكد ان النادي ده هيقدر ان هو الشوط الثاني يعود وهينتصر. ده مش علشان انا اللي خليته يكسب، ولكن علشان تركيبه النادي ده اللي انا دايما عمال من وجهه نظرهم بنفخ فيه. هو مش بيتنفخ فيه، هو ده النادي الاهلي، هو نادي يا ابني عظيم والله، بمزاجك او غير مزاجك هو نادي عظيم. هو نادي ليس بحاجه ان بني ادم يمجد فيه، فهو نادي فرد طول وعنده شخصيه مش محتاج ان حد يعظم فيه، لان العظمه لله. ولكن هو نادي بيعرف يسعد جماهيره. هو كل الناس اللي عندها صفار كل امنيتها في الحياه ان يلاقوا ناس تنتقد في هذا النادي، واللي هو صفار احقاد حاجات غريبه. عايز تشوف بني ادم ناجح او نادي ناجح فانت تقعد تقول عليه كخه. فسبحان الله، هو ما بيتقالش عليه كخه لانه مكمل، لانه من انجح الانديه اللي موجوده في القاره الافريقيه بلا منازع. والكلام دوت ممكن يزعل اي مشجع لاي نادي في القاره الافريقيه، في نادي حطم كل الارقام القياسيه. هو نادي دلوقتي لعيبته بتنافس افضل لعيبه في العالم، الشناوي بينافس كريستيانو رونالدو على جائزه افضل لاعب في الشرق الاوسط. هو نادي واخد اعلى اصوات دلوقتي كافضل نادي على مستوى العالم باستفتاء الجماهير. هو نادي واخد افضل اصوات في عدد الجماهير اللي مختاراه على موقع جلوب سوكر كافضل نادي في الشرق الاوسط. هو نادي اكتر نادي واخد بطولات افريقيا في بطولات افريقيا في القاره الافريقيه بالكامل ب 11 لقب. هو نادي اكتر نادي واخد القاب محليه. ف اي تطبيل واي كلام عايزين يتقال، فده انا لازم اوجه الرساله ديت يعني. وانا انتمائي كواحد بعشق نادي الزمالك اتمنى ان هو يقوم، ولكن ده لا يعني
لا يعني ان انا اتمنى ان انا اشوف صوره ناجحه وصوره مشرفه في نادي عظيم اسمه النادي الاهلي ما عندوش مهاجم، الشوط الاولاني بيطلع متعادل في مصر ومضيع كميه فرص كتير، تخلي بعض الاصوات اللي قاعده لك مترصده على انها تشوف النادي الوحيد اللي ليه شكل وليه هيبه اللي هو البي بي ابن بي، النادي الاهلي في افريقيا بي ابن بي، فهو النادي دوت بقى الشيك قوي ده نفسهم بس يشوفوا له شويه تراب على البدله بتاعته ما بيلاقوش. على الناحيه التانيه لما انت تيجي تطلع بتفكر بس ان انت تيجي تقول على نادي الزمالك مثلا شد حيلكوا ابطاله وتديله دعم، تلاقيه ان هو كسفك وتلاقيه ان هو حزنك، زي ما انت مثلا دعمناه في ماتش السموحه تلاقي بعد كده وقع قدام انبي وقع قدام زد وما عندوش مشكله يخسر من اي حد، تلاقيه وقع قدام ارتا سولار. فقدام ده نادي بيدي لجماهيره، مش بيدي انا كمحلل كوره مش بيديني انا، بيدي لجماهيره كامل الثقه وكامل الهيبه وكامل الاحترام وكامل التقدير لجماهيره، ان هو بيحافظ على شكل جماهيره قدام باقي الجماهير اللي في العالم، ان هو مخليك راسك مرفوعه، انت مش محتاج تاخد مجهود، انت بس تيجي تقول انا بشجع النادي الاهلي اقنعني ان انا نادي تعبان، مش هيعرف يقنعك. ولكن لما تيجي تقول له الزمالك، تيجي تقول له انا مشجع زملكاوي، يعرف على جماهير نادي الزمالك بالانتماء، ولكن يعرف على لاعبيهم بالاستهتار. ده باختصار شديد ما بين لعيبه تحترم جماهيرها وما بين اداره تحترم جماهيرها وبين نادي مستقر صوره ونموذج مشرف. اتمنى ان باقي الانديه في مصر كلها، مش بتكلم على الزمالك بس، اتمنى ان كل الانديه في مصر تحذو بحذو. فانت بتتكلم على نادي بيقدر وشكله حلو، نادي شيك كده، نادي نظيف، نادي المنظومه فيه اداريا ناجحه جدا، لعيبه بتلعب بروح الجماهير وحاسه بجماهيرها. بينتهي الشوط الاولاني 0-0، الشوط الثاني بيسجلوا 3. خد بالك من حاجه، النادي الاهلي ابى ان هو يطلع النهارده مركز ثاني، كان يقدر ان هو يكسب 1 عادي جدا هياخد 3 بونت، يكسب 2 هياخد برضه 3 بونت، ولكن لعيبه الاهلي لانها تحترم جماهيرها مش نظام اكسب اي حاجه وخلاص، ركز في اللي بقوله ده، مش نظام اكسب اي حاجه وخلاص، لان لو كان كسبوا 1 او كانوا كسبوا 2 كانوا هيبقوا تاني مجموعه، لان فريق شباب الوزداد الجزائري كسب في اول مباراه قدام فريق يانج افريكانز 3 زلابطه. فلما فريق شباب الوزداد كسب بنتيجه 3 زلابطه اصبح فريق شباب الوزداد اول المجموعه، اصبح ايه شباب الوزداد اول المجموعه. فعلى شاكله بقى ان احترام الجماهير وهيبه النادي، لعبه النادي الاهلي تحملت المسؤوليه وقررت انها تسجل 3 اهداف بدل ما تسجل هدف او 2، ف 45 دقيقه علشان برضو ياخدوا القمه من فريق شباب الوزداد، او على الاقل يتساووا معاه ان هم الاثنين يكونوا مركز اول حتى اشعار اخر. فلعبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي تسابق نفسها وتنافس نفسها على النجاح بخلق دوافع كل شويه. وعايزه كنت تشوف، انا بكلم الفئه الصفراء اللي هي دايما بتقعد تتكلم كلام كوميدي، انا بتكلم فيها الصفر، عايزك تتفرج وتملي عينك وتطلع احقادك على جنب وتتفرج على جماهير النادي الاهلي بعد انتهاء الشوط الاولاني قالت ايه. اتكلموا على كولر وقالوا لو الدوافع هتفضل عند كولر كده واللعيبه دي تشبعت، بيتكلموا على لعيبتهم اللي واخدين دوري ابطال افريقيا، اللي واصلين كاس العالم للانديه واخدين ثالث على العالم، اللي واخدين دوري محلي، اللي واخدين السوبر المحلي، اللي واخدين كل حاجه، بيقولوا لهم ايه بقى؟ لو الدوافع عند ده بشوط، لو الدوافع عند اللعيبه دي خلصت لو سمحت يورونا عرض كتافهم. ده يا ابني المشجع اللي هو مصلحه ناديه اهم عنده من ان هو يقعد يزرط، ده بالبلدي كده يعني، لان الواحد زهق، لان الواحد زهق والله العظيم. التزريط ده ولا يجيب اي حاجه خالص. لما يجي لك واحد عامل ان هو كادر اعلامي يقعد مقضيها تزريط طول الوقت ويجي يقول لك امبارح منزل، يجي يقول لك الاتحاد السكندري كان احق بالفوز بالسله لان مفيش حاجه اسمها دوري مرتبط وازاي الناشئين يكسبوا، والناس تيجي تقول له عندك حق اصلا منظومه كلها مع النادي الاهلي، ويخلق بعض المشجعين اللي هم كل بطولاتهم في الحياه بطولات فقط لا غير، عباره عن ايه بقى؟ تخيلها، ايه البطوله بالنسبه لهم؟ بطوله واحده بس، ان هم الاهلي يخسر، ان هم يقولوا عليه ان هو مسنود من الكاف، يقولوا عليه ان هو محظوظ، وعايشين في بؤره من الفشل. انا يعني انا انتم لا يا تطلعوا منها يا اما اطلع انا منها، ولكن انا مش هسيب واكون ليا منصه وصوت اقدر اوصل صوتي لالاف، مش هقول ملايين، لالاف من الناس، واقعد اشارك في وقوع وانكسار الكره المصريه بهذا الشكل.
واقعد اطلع جيل كل ما يملكه في الحياه من ثقافه رياضيه هو محاوله بس احقاد وصفار على النادي الوحيد اللي ناجح، لكن هو ما بيتعبش نفسه ان هو يتطور. وعاملين كوادر من عجوه، واحد يجي يقول لك الزمالك ليه خط مرسوم ما ينفعش يعديه، عشان المشجع الزملكاوي الصغير يجي يقول لك خلاص يا عم دي مسلمات احنا كده كده مش هناخد حاجه. واحد تاني يجي يقول لك ما يهمناش الزمالك يخسر، المهم الاهلي يخسر. دول يا جماعه شغالين على كده. فالمنظومه دي انا ما يهمنيش راي حد غير ضميري وربنا سبحانه وتعالى. النادي ده عمره ما كسفني لما اطلع اتكلم عليه كلمه حلوه بياكدها، عكس لما انا اطلع اتكلم كلمه كويسه في حق لعيبه نادي الزمالك وليهم بعد كده خلوا رقبتي قد السمسمه. فالفرق ان انت حتى لو بتشكر في النادي ده وفي منظومته هم مع الوقت بياكدوا لك ان انت صح. يعني تقعد تقول عليهم لعيبه رجاله تلاقيهم فعلا رجاله وقدروا ان هم يسجلوا 3 اهداف في شوط واحد، على عكس الناحيه الثانيه تقعد تنفخ في قربه مخرومه تقول اللعيبه اعملوا حاجه تلاقيهم بيخسروا من فرق تعبانه. هنا ده فرق الدوافع وفرق جماهير وفرق عقليه وفرق اداره وفرق كل حاجه. فعزيز المتابع ارجوك اذا كنت تنتمي لايا كان النادي حاول تقلد الناجح علشان تصل لهذه المرحله. مشجعين النادي الاهلي انتوا اثبتوا ان انتوا افضل جمهور، والكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه وانا اللي اتحمله، افضل جمهور في اخر 25 سنه. جمهور النادي الاهلي افضل جمهور في اخر 25 سنه تحديدا، لان هو جمهور اول حاجه نمو الجماهير بتاعه زاد جدا، اصبحوا ان هم الافضل بانتمائهم بطلعهم على جلوب سوكر بحبهم لناديهم، عكس جماهير لا بتدعم لاعبيها ولا بيطلعوا حتى على اي استفتاء ما بيكلفوش نفسهم في عناء ان هم يحطوا صوت للاعبيهم، عكس جماهير كل ما يهمها هو تهميش المنافس وليس نجاح ناديها، عكس جماهير متفرقه لمليون حزب، حزب مع فلاني وحزب مع علاني. فجماهير النادي الاهلي هي مع حاجه واحده فقط وهو الكيان. اذا كان انت حبيت نادي ناديك وعشقت ناديك صدقني مش هينتمي ليك اي شخص، مش هتحب اي بني ادم، لا هتحب عضو مجلس اداره ولا هتحب لاعب ولا هتحب اداري ولا هتحب اي حاجه خالص غير الكيان بتاعك اسم ناديك. فجمهور النادي الاهلي هم رقم واحد على مسؤوليتي الشخصيه، وانا واحد بعتز بانتماء النادي الزمالك اللي في حقبه بائسه، وانا برجع اقول الزمالك في حقبه بائسه غرس فيها لمده 25 سنه، علشان يطلع منها لازم العقول والعقليه كلها تتغير. جماهير النادي الاهلي هي الجماهير رقم واحد في مصر والشرق الاوسط، رقم واحد بانتمائها وحبها ومجهودها اللي هي بتعمله في ظهر ناديها، بالنقد السريع لاداء الجهاز الفني واللاعبين لما يحسوا ان الفريق وقع، بالمصارحه والوضوح، لقوا لعيبه عندهم وحش بينتقدوه، ما بيعملوش تماثيل من عجوه زي عندنا لعيب بيسجل هدف بتعمله تمثال وبيتقال عليه المخلص، زي النادي بيكون مركز 10 في الدوري ويكسب ماتش يعملوا احتفال والقناه تقعد كلها تغني، زي اعلامي زي الكابتن خالد الغندور كده نكسب ماتشين يجي يقول لك الحكايه زمالك وكل اسبوع بطوله. في ناس يعني ادمنت واحبت جدا انها تاخد القليل ورضيت بالقليل، فمش هيجي لك غير القليل. ما دام انت راضي بالقليل فمش هيجي لك غير القليل، رضيت بالكتير هيجي لك الكتير. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده لان هطلع على اليوتيوب اكمل. بشكركم جدا على المتابعه، مليون مبروك. عايز اقول لجمهور الوداد هارد لك على الخساره. انا يمكن زي ما قلت لحضراتكم طلعت اللايف قبل نهايه المباراه، كان تقريبا الدقيقه 92، فانا ما اعرفش هل المباراه انتهت بنتيجه 1-0 ولا لا، ولا الوداد احرز هدف تعادل، لكن مفاجاه كبيره جدا في مجموعه فيها الوداد وجالاكسي واسك ميموزا وسيمبا. اسك ميموزا تعادل مع فريق سيمبا، والوداد سقط امام فريق جالاكسي في المغرب. اتمنى الناس تكتب لي لو كان في اي جديد او مستجدات. ان شاء الله الوداد قادر بخبرته الكبيره ان هو يعود، يمكن مفاجاه كبيره جدا تخسر على ارضك، خصوصا الوداد اللي رجع ليه يحيى جبران بعد غياب مفترض كان يكون اقوى من كده، مفترض كان يكون احسن من كده، مفترض كان يكون اجهز من كده، ولكن خلينا نقول انها البدايات، البدايات وبتحصل. انا مستمر مع حضراتكم على اليوتيوب، اعملوا بحث واكتبوا اسم قناتي اسلام علوي، زي ما متعود هقرا تعليقات حضراتكم على اليوتيوب عشان نستمر شويه. تحياتي لحضراتكم، اكتبوا اسلام علوي بالعربي على اليوتيوب هتلاقوا قناتي، هقرا تعليقاتكم شويه. تحياتي ليكم، السلام عليكم. أنا مستمر مع حضراتكم على اليوتيوب، نرجع لعادتنا لمنافساتنا لجمالنا، زي ما كنت بقرا تعليقات حضراتكم كده في المواسم السابقة، إن شاء الله هنكررها تاني وأقرا كل تعليقات حضراتكم اللي عنده أي استفسار واللي عنده أي حاجة. عبده بيقول لي فعلاً الوداد خسر، أنا كنت سايبها فعلاً متأخرة بفرق واحد. منا وكريم أكشن بتقول حبيبي يا سلام محترم إن شاء الله الزمالك يعود، أتمنى بإذن الله، هتمنى زمالك عشان خاطرك ده علاء حفني، ربنا يبارك فيك يا رب.
منا وكريم حبيبي، تحياتي ليكم من جميعنا. يا جماعه يا ريت نعمل لايكات يا جماعه، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك وفعل زر الجرس. انا جيت لحضراتكم عشان العدد يزيد مش عشان العدد يقل. انا كنت شايف ما شاء الله ان احنا داخلين في 1500 واحد كانوا موجودين على البث. اتمنى ان احنا نفضل زي ما احنا بنفس العدد عشان اشوف كل تعليقاتكم واشوف الناس الجديده اللي عندي، وارحب بحضراتكم جميعا لان دي يعتبر المنصه رقم واحد وليست المنصه رقم اثنين. اليوتيوب عندنا دايما هو الاساس. معتز موسى بيقول لي رايك في اداء الاهلي، هل اختلف الشوط الثاني عن الاول؟ بكل تاكيد طبعا النادي الاهلي محتاج لمهاجم باسرع وقت، ومش عايز اقول ممكن يكون محتاج لاثنين مهاجمين كمان. النادي الاهلي محتاج على الاقل اثنين مهاجمين. كهربا لما نزل عمل اضافه الشوط الثاني، فهو محتاج اثنين مهاجمين، مهاجم سوبر احسن من مودست ومهاجم بديل ليه. احلى لايك لاحلى اسلام، ده وليد، بشكرك جدا يا وليد. كمان معانا اسلام الصاوي المنتمي والمنتسب للقناه بيقول لي زملكاوي محترم، ربنا يخليك يا رب يا استاذ اسلام. عقبال بكره ان شاء الله، دعواتكم يا جماعه ربنا يوفقنا باذن الله. كل الناس المحترمه المتواجده، عرضت له ملعب بيقول لي ازيك يا اسلام، ربنا يخليك. الحمد لله كله تمام. دلوقتي يا جماعه انا عايز اقول لحضراتكم على نقطه مهمه جدا، ان المنظومه بتاعه النادي الاهلي اللي انا اتكلمت عليها ديت، والله العظيم قسما بالله انا عمري في حياتي ما طلعت قلت رياء ولا انفع على النادي ده. والنادي الاهلي لو وحش هطلع انتقده، انا ما عنديش يعني ما عنديش مسلمات الصديق كره قدم، ولكن النادي دوت وجمهوره انتوا حاله استثنائيه. انا بطلع بستغرب واشوف تعليقات حضراتكم واشوفكم وانتوا بتنتقدوا ناديكوا، اقعد اتحسر والله العظيم، بقعد اتحسر وباجي اقول الجماهير ديت ما بتشبعش، والجماهير دي عندها دوافع متجدده، والجماهير ديت ما بترضاش. وعدم الرضا وعدم التشبع اللي عندكم ده اللي هو التشبع الصحي، قسما بالله بيخليني انا نفسي اقعد اقول يا ربي يعني الجماهير دي معموله ازاي؟ ما هو مصري زي زيه، ما هو بياكل فول زي زيه، بياكل طعميه زي زيه، هو نفس الدماغ يعني، مفروض نفس الحياه نفس الثقافه، معايا في الجامعه ومعايا في الشغل ومعايا في البيت. ولكن الفرق ما بين ناديك عمل لك ايه؟ ناديك خلاك مشجع دايما، عندك تعطش، عندك دايما حب، عندك انتماء، عندك غيره، عندك دايما عدم تشبع. فعدم التشبع دوت هو اللي موصلكم للمرحله ديت. وانا نصيحتي مالكوش دعوه باي حد اصفر، مالكوش دعوه باي حد اصفر، استمروا زي ما انتم، وانتم في صراع كبير جدا ضد الفشل. ان الفشل ده دايما الفاشل بيبقى عايز كل الناس فاشله زيه عشان يحس ان هو ما يقلش عن حد في حاجه، لان الفاشل ما بيسعاش، الفاشل ما بيعملش مجهود، الفاشل كل المجهود اللي حلته ان هو يخلي الناجح يحبط، الناجح يقل في المجهود. محمد نسيم بيقول لي انت اسلام تشرف على طول ومش بتطبل لحد، صوتك العالي بيكون على حق، ربنا يحفظك من كل شر، ربنا يخليك يا استاذ محمد نسيم. عبد الله بيقول لي فين طيب، ما لحقتش اشرط عليك عبد الله، كمل تاني. معتز بيقول لي رايك في اللاعب رقم 3 كريم دبيس. يا جماعه حكايه النهارده، انا بحيي اللاعب ده جدا كريم دبيس بصراحه، عمل مجهود كبير جدا، اثبت ان هو يقدر يحل محل علي معلول، او على الاقل معلول يقدر يعمل روتيشن بينه وبينه لما معلول يكون مجهد. طيب التحليل انت طول الفيديو بتتكلم على ان الاهلي جامد، طب وبعدين كل فيديو نفس الكلام؟ عبد الله لو مش عاجبك الكلام الناس كلها مستمتعه ممكن تخرج بره القناه، انا بتكلم في الكلام انا عايز اقوله مش اللي انت جاي تقوله لوحدك. عادل احمد بيقول لي ربنا يبارك فيك يا اسلام، ربنا يخليك. معلش يا جماعه لازم اتكلم مع ناس الصفر دي، انا حافظهم، انا بعرفهم، عارف كل واحد باسمه وعارف كل واحد اللي بيجي لي فين وبيجي يقول ايه، فانا الناس الصفر دول حافظهم يعني. امام لعب كويس، امام النهارده كان متالق وعامل اضافه حتى في الشوط الاول وكان يقدر يسجل هدف. امام اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي وخساره كبيره جدا لنادي الزمالك، زي ما فتوح هيكون اضافه للنادي الاهلي لو جه، ويكون خساره كبيره جدا لنادي الزمالك. احلى لايك ده علي محمد السيد، جزاك الله خير، ربنا يخليك. شناوي شغال جونين يا اسلام، شناوي شال جونين النهارده، شناوي بقى النسخه الجديده رجع. مش معقول يا جماعه نكون 1000 وشويه ويكون عددنا قليله، اتمنى حضراتكم، فاتمنى الناس ما تكسلش وتعمل لنا لايك على البث ده. اسلام الصوبي بيقول لي مش حاسس ان حسين الشحات بعيد عن مستواه، اكيد بسبب اجهاد. انت بتتكلم على لعيبه ما بطلتش مواسم بقى لها فتره، يعني في تلاحم مباريات، تلاحم بطولات، ورغم كده ما بيشبعوش. فانا الحقيقه يعني انا شايف ان انتم ما شاء الله يعني كجماهير في حاله عدم تشبع كبيره جدا موجوده. زيزو خلي بالك احمد الطيب بيسمعك وزعلان منك، انا اللي سمعني ده على راسي، ولكن زعلان مني هو يراجع كلامه هيلاقي ان هو اللي غلطان، هو عنده مسؤوليه المحافظه على جيل جديد طالع. والله العظيم رغم ان سني يمكن تقريبا نص سنه، لكن قسما بالله من احد الاسباب اللي خلتني اهدى وغير من افكاري هو ان انا متاكد ان في جيل صغير طالع مكسوف ان انا اطلعه على المؤامرات، مكسوف ان انا اكون سبب في خراب ناديه، مكسوف ان انا اكون سبب في ان النادي الزمالك يتراجع. فهو عمال يقول اي حاجه في اي حاجه وهو عارف انه بيقول اي حاجه في اي حاجه. فلو هو بيسمعني انا بقول له يا استاذ احمد يا طيب ارجوك كفايه، كفايه كلام مش هيوصلنا لحاجه، كفايه 22 سنه بتضحكوا على جماهير الزمالك، لما انا نفسي بلاقي مجهود كبير جدا في ان انا اقنعهم بالحقيقه. الناس بقت مقتنعه ان الاهلي ابن الكف المدلل، ومقتنعه ان بحة هو السبب، ومقتنعه ان عفركوش، ومقتنعه ان سيد عبد الحفيظ كان بينزل تحت الارض،
ومقتنع ان لولا ان احمد شوبير او كابتن احمد شوبير قاعد في الدور ال 120 كان حال الزمالك اتصلح. يا جماعه حرام عليكم والله العظيم، الجيل ده حرام عليكم، ده انتوا مسحتوهم، مسحتوا افكارهم، مسحتوا افكارهم، خليتوهم ناس غريبه، خليتوهم عباره عن مسخ من المشجعين. انا مش عايز اجمع، مش هقول كله، ولكن احمد الطيب دوت لو بيتابعني زي ما انت بتقول او بيتفرج على اللايف ده، انا بقول له حرام عليك، هتتسال هتتسال، وعمال تعمل احتكارات بين الجماهير وبعضها، مخلي عامل فتنه، عمال مشجع اهلاوي جاي بيسالك سؤال بمنتهى الشياكه، عمال بتيجي تقول له انت بيب بيب، عشان بعض الزمالكاوي تيجي تعمل لك قلوب وتيجي تقول لك يا جامد يا ما اعرفش ايه، وانت من جواك عارف انك بتقوله دوت كلام غير حقيقي، وعارف ان انت بتضحك على جماهير الزمالك، وعارف ان كلامك غير حقيقي بالمره. فارجوك خليك امين، ارجوك خليك امين، ومش انت لوحدك، اي حد بيضحك على جماهير الزمالك. يا جماعه انتوا قاعد رئيس نادي اكتر من 5 سنين يبرر لكم الفشل بان في عفركوش، وانتم مصدقين يا جماعه؟ جماهير الزمالك هتفوق امتى؟ 5 سنين قاعدين بتصدقوا وبتسمعوا الكلام ومقتنعين ان في قوه خفيه في البطاطس المقليه هي سبب خسائر نادي الزمالك، وجايين لما انا اديكم على الواقع، باخدكم برجعكم لمكانكم الطبيعي اللي هو ده نادي عظيم، ما تعملوش الكلام دوت، تيجي في الاخر طلعونا احنا اللي غلطانين. يا جماعه حرام عليكم. بصوا يا جماعة أنا بقفل هو مع حضراتكم، أنا يعني يمكن بقى لي فترة كبيرة جدا ما قريتش تعليقاتكم، ولكن احترامي للناس اللي موجودة معايا على اليوتيوب هو اللي خلاني مطول شوية 21 دقيقة. محمد نسيم بيقول يا اسلام هو بيحاربوك، ده بقى لهم فترة طويلة والله، ولكن ما يشغلنيش يا جماعة، استمروا أنتوا، مالكوش دعوة أنتوا بحد. أنا بقول للنادي الأهلي والجماهير النادي الأهلي استمروا استمروا بنفس الشكل، وده مش معناه إن أنا هغير انتمائي، أنا هفضل زملكاوي حتى لو بقى زملكاوي الوحيد، لو بقى زملكاوي بدماغنا اللي هو أنا زملكاوي واقعي. زي صاحبك كده اللي بيلعب بلاي ستيشن ويجي يقول لك عشان انت مديني دراع بايظ، اللي بيقول لك انت مديني دراع بايظ ده ملك الحجج. كابتن خالد الوليد تحياتي لحضرتك، اسلام انت شايفك شايل هم كبير فسيب على الله. طبعا شايل هم، شايل هم مسؤوليه الجماهير، شايل هم نادي بيقع، شايل هم ناس ما فيش افكار خالص يا جماعه، نادي بيضحك علينا بكلام يضحك. احنا بقينا يا جماعه والله العظيم الناس بتتفرج علينا بره بتضحك علينا، ما فيش افكار وكوادرك نفسهم يضحكوا. يعني انا بسال سؤال، يعني احمد الطيب ده انتوا عاملينه كادر مقتنعين ان هو كادر بافكاره دي؟ يعني ده كده صح؟ مقتنعين ان كابتن كبير زي شيكابالا يكون لاعب سابق لما الاهلي يخسر السوبر وهو طالع بموسم صفري ينزل ايموجي وهو بيضحك، مقتنعين ان دي حاجه صح؟ مقتنعين ان اللعيبه مش تديك حاجه، اللعيبه ما تدكش حاجه خالص وما تاخدش غير خساير، ولما يجوا يتريقوا على النادي الاهلي يبقى هم كده جامدين؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه اللي حصل لنا؟ والله العظيم انا حزين. عرضتين بيقول الزمالك عمره ما هيتغير طول ما العاليه كده، ما انا عارف الكلام دوت والله، انا عارف الكلام ده، عشان كده الواحد بيجاهد على قد ما يقدر ان احنا ننقذ النادي دوت، ولكن انا نصيحتي ليكم استمروا. مهدي بيقول لي ان شاء الله ترجع الزمالك قبل مثل ما قبل يا رب باذن الله. بليبسي بيقول لي انا كنت مش بحب اتابعك لما كنت بتعمل الدراسات والاستنباط، بس بساعه ما بقيت تقول الحق اثبت لي انك انسان طيب ومتربي، ربنا يخليك. يا جماعه حاولوا تفرقوا ما بين الهزار والجد، هيجي لي اوقات لما الزمالك يكون قوي جدا يا رب يرجع، واحضر الايام دي تاني يا رب، اتمنى لما الزمالك يرجع تاني وانا وانت بننافس بعض هرجع اهزر معاك، انكشك، انا عايز يبقى احسن وانت عايز يبقى احسن، بس كل واحد بيتمنى ان الفريق يبقى قوي. ولكن في فرق لما انا احس ان النادي نفسه بيتهز وقلعه كبيره زي قلعه الزمالك معمول لها مسح من ناحيه جماهيرها وكل حاجه ضايعه، انا في الفتره ديت لازم اكون حزين، وما ينفعش ان انا اروح للنادي الناجح واجي اقول له انت نادي وحش. بقى منطق يا جماعه، بقى منطق؟ ده انا اللي حزني ان هم بيغلطوا فيا وفي والدتي وهم عارفين من جواهم انهم غلطانين، ولكن كل اللي هم اتربوا عليه السنين اللي فاتت الغلط، هم ما اتربوش على ثقافه تشجيع صحيحه، ده البعض يعني مش هجمع برضه، البعض من جماهير الزمالك لا اتربوا على ثقافه التشجيع الحقيقيه اللي هو امتى دعم وامتى ما دعمش، وامتى ما نكبرش حد على نادي، وامتى احب النادي اكتر من رئيس النادي، وامتى احب اللاعب، وامتى ادعم النادي اكتر من اللاعب، وامتى اخلي بالي من اللاعب، وامتى احمي اللاعب، تفاصيل كتيره، وامتى يكون عندي دوافع، وامتى ابطل الدوافع، وامتى ارضى، وامتى ما ارضاش. ادي تركيبه كامله، دور المشجع ايه، انا بعمل ايه، والنادي عايز مني ايه، دوري اللي ليا واللي عليا. ولكن هم كل هم ايه اتعلموه واللي خدوا له بيه ثقافه هي حاجه واحده فقط، ازاي اغلط، ازاي اتجاوز، ازاي اقول ابن الكف المدلل، ازاي اجي اقول ان احنا عندنا مؤامره، ازاي اجي اقول المسؤولين مش عايزانا ان احنا نكسب بطولات، واعيش في المنظومه ديت، اطلع ابني نفس الفكره عباره عن بني ادم اصفر، وعلى فكره مش في الكوره بس، وانا بعلمه الصفار هيبقى برضه اصفر من زمايله، واصفر من زمايله في الشغل، واصفر من زمايله في الجامعه وفي المدرسه وفي جيرانه، هيبقى اصفر، هو هيبقى شخصيه صفراء، يعني هيتعلم الاحقاد ومش هينجح في حياته.
ما هو اللي اتربى على ان يطلع مبرر لعدم نجاحه عمره ما هيتحرك، هيقعد كده في مكانه ويجي يقول لك ما هو المجتمع كله ضدي، هيطلع مريض، هيطلع عنده مشكلة نفسية. والله بتكلم جد، والله بتكلم جد. واسألوا دكاترة علم النفس والدكاترة النفسية اللي انا بقوله ده يا جماعة، لما تحط رواسخ كده وتزرع جوه بني آدم ان المشكلة مش فيه، ان المشكلة في المسؤولين، والمشكلة في البلد، والمشكلة ان الناس ضدك، والمشكلة ان جارك ضدك، والمدير كرهك، وانت تقعد في مكانك ما تعملش حاجة، لانك انت ما تحاولش تعمل، لانك انت مهما تعمل مش توصل لحاجة. هتطلع جيل خامل، هتطلع جيل خامل ما بيعملش اي مجهود، وهو شايف نفسه بيه ابن بيه، ولكن هو في الواقع ما بيسعاش. فانت ربنا هيديك ازاي؟ ربنا هيديك ازاي؟ لعيبة النادي الاهلي الشوط الثاني لو ما كانش ساعد كانت كسبت؟ مستحيل. هو ربنا هيدي البني ادم النايم؟ هيدي البني ادم اللي ما بيتعبش؟ هيدي البني ادم اللي بيطلع مبررات؟ هيدي البني ادم اللي ما بيعملش مجهود؟ بأنهي منطق؟ فوقه بقى، فوقه. والله بجد يا جماعه انا بقيت بتناقش مع بعض زملكاويه، بحس باجي اقول لا حول ولا قوه الا بالله، ما اقدرش اقول غير كده، لا حول ولا قوه الا بالله. ما كانش هي دي الجماهير. زمان كنت تقعد كده مع واحد زملكاوي تناقشه وتسمع، تتكلم، يكلمك عن حازم امام، عن حسام حسن، يكلمك عن طريقه اللعب، يكلمك عن افكاره وبتاع. دلوقتي يقعد يقول لك بحه وعفركوش ومعمولين عمل واتنين مرضى من السودان وابن الكف المدلل وابن الاتحاد. ايه عملته في جماهير الزمالك؟ ايه؟ وانا اكتر حاجه تتعبني لما الاقي بعض جماهير الزمالك راح على الواحد، يعني انا مش عايز والله، الاستاذ احمد الطيب يروح يقولوا اعملوا له لف وقلوب، يجي يقولوا الله ينور عليك لما يقول لهم ان الاهلي بيكسب كل حاجه بالمظلوميه وبالظلم وبالبتاع، يخشوا يدعموه. استفيقوا، استفيقوا ورحمكم الله. دكتور عادل بيقول التحكيم الافريقي السنه دي يقلق، مفيش اسوأ من كده تحكيم بصراحه. دكتور عادل حمادي، والله احنا عندنا مشكله في التحكيم في الكره الافريقيه بالكامل، مش بس عندنا في مصر، في الكره الافريقيه احنا عندنا مشكله في الكره الافريقيه، وعندنا مشكله في كل الدوريات الافريقيه والعربيه. يعني صلى على النبي يا سلم، اقول لك كولر ما بدلش ليبرستاو وجاب بيه كريم نيدفيد. كريم ما لحقتش اقرا عليها كده، تقرا تاني. بص يا اسلام، في الواقع البحر فيه قواقع. والله يا عبد الله انت تروح تتغطى وتنام. عبده راضي بيقول الاهلي عايز اوفا بتاع امبي، صح ولا غلط؟ الاوفا يا جماعه فريق امبي حدد 3 مليون دولار عشان ينضم لفريق النادي الاهلي او اي نادي، يعني قال لك اي نادي عايز اوفا ب 3 مليون دولار. محمد نسيم بيقول لي اسلام انت قدها واحنا في ظهرك. ربنا يا جماعه يعيني والله ويعين اي حد، وانا نفسي والله الواحد يتكلم كوره والله العظيم. ربنا يعيننا ان شاء الله، وربنا يحفظكم ويحفظ النادي الاهلي ويحفظ نجاحه ده. انت في المكان غلط يا اسلام، خساره انك مش اهلاوي. لا بالعكس والله العظيم، نادي الزمالك نادي عظيم ونادي الاهلي نادي عظيم، ولكن هو الزمن بس والتوقيت هو اللي صعب، هو الزمن والتوقيت اللي صعب، صعب جدا على فكره. اسلام انا اهلاوي وربنا. طب عبد الله ما دام انت اهلاوي انت عمال بتغلط ليه يا عبد الله؟ انا مش عايز اعملك استبعاد والله. من وجهه نظرك يا اسلام، نجم المباراه النهارده انا شايف مروان عطيه موجود في كل حته في الملعب، ده بيبو توفيق. نجم الماتش النهارده من وجهه نظر امام عاشور، امام عاشور حاول كتير، عمل اسيست وجاب كره في العارضه، وكان بصراحه في كل حته في الملعب. توقعك ايه الماتش الزمالك بكره؟ اتمنى يا رب باذن الله منا، باذن الله اتمنى التوفيق لان الزمالك ويقدر يكسب. يعني فريق ابو سليم دوت غير مصنف، فريق ما عندوش خبره في اي حاجه، فاتمنى ان لازم الزمالك يكسب. لو ما كسبش بقى تبقى وكسه، وكسه كبيره. مين ابو سليم؟ ما احترمني لاخواتنا في ليبيا، ولكن هو نادي جديد. تحياتي اخيكم ابو كيرو، تحياتي ليك. كريم سامي بيقول اتمنى رموز الزمالك اللي على الساحه تكون نفس فكرك واخلاقك، اهلاوي وافتخر، ربنا يخليك. فيهم ناس محترمه كتير. ايه بتقول الواحد سعيد علاقتك اتحسنت بالهستيري؟ يا جماعه المواقف دي مواقف انسانيه ملهاش علاقه باي حاجه خالص. وبعدين على فكره الهستيري انا ماليش بينه وبينه احتكاك. الهستيري نفس الشركه اللي معايا او انا دخلت خليتها تمسك الشغل وكده، هي نفس الشركه اللي ماسكه الشغل بتاعه. فاحنا بس في البدايه كان في بعض المناوشات ما كانش يعرفني ولا انا اعرفه، الكلام ده من 3 سنين. طلعت اتكلمت على فيديو هو عمله، فهو طلع رد عليا بطريقه مش حلوه، فقمت انا ردد عليه تاني. من ساعتها احنا ما بنتكلمش. بس في موقف عايز اقول لك، انا لما رحت العزاء بتاع الهستيري، انا الكلام ده بقوله لاول مره والله العظيم، ولا كاني اصلا كاني عارفه بقالي سنين، وكاني يعني كاني مفيش اي مشكله، كانه صاحبي بقالي 10 سنين. يعني انا اول ما دخلت على العزاء بتاع الهستيري، ويمكن هو لو شاف اللقطه ديت احنا لا عاتبنا بعض ولا اتكلمت، ولا انت اصلا انت كنت بتحفل عليا، اصلا انت كنت بتقول مفيش الكلام ده يا جماعه، ده موقف انساني. وانا حتى حاسس بيه، يعني انا لما والد الهستيري توفى، انا والدي توفى وانا عندي 17 سنه، وده كان موقف مؤثر. فضلت عندي اكتئاب 3 سنين والله العظيم، كنت بلف على كل الدكاتره النفسيه اللي في مصر، لان وفاه والدي دي كانت مؤثره جدا بالنسبه لي. فضلت 3 سنين بلف على كل دكاتره مصر، وكنت بس اتمنى ان حد بس كده ايه يخرجني من اللي انا فيه. ما كنتش بعرف اتعامل مع العالم،
فقدت كل حاجه وجالي اكتئاب شديد وما كنتش بخرج من الاوضه اصلا قسما بالله ربنا يرحمه يعني. فلما انا عرفت الخبر ده وانا عارف يعني ان الهستيري بيحب والده جدا، فانا حطيت نفسي مكانه واتمنيت ان انا يعني اعمل حاجه من الحاجات اللي انا كان نفسي تتعمل لي، يعني الشعور اللي انا كان نفسي احسه لما والدي توفى، قلت يا رب اعرف اعمل شبهه، اللي هو اعرف انا اقدم اللي انا كنت محتاجه وقتها. فلما رحت العزاء كان الهستيري واقف في الشارع، دخلت عليه خدته بالحضن، حضن جامد جدا، بقول لك اني عارفه من سنين، لان انا حاسس ان هو في الوقت ده عايز حضن، عايز حد يطمنه، عايز حد يجي يقول له انا جنبك ما تخافش، عايز حد يجي يقول له قدر الله ما شاء فعل، عايز حد يقول له البقاء لله كلنا ماشيين. هو محتاج ده، محتاج حد يطمنه، محتاج حد كاني عارفه انا خلاص يعني انا هنا في اللحظه دي بقى تجردت، لا في شغل ولا في اي حاجه خالص، فده طبيعي، الدنيا كلها مش مستاهله زي ما الناس بتقول. فانا خدته بالحضن وقلت له البقاء لله وشد حيلك وانا جنبك، انا معاك النهارده وبتاع، وقعدت وهو معاه ناس كتير جدا محترمه واهله ناس محترمين جدا وناس ولاد بلد يعني، وانا اول مره اروح المكان دوت ما كنتش بقابله، بس دي ده موقف انساني ملوش علاقه بشغل ولا ليه علاقه باي حاجه خالص. والحمد لله فضلت برضو انزل بوست لحد واكلمه لحد ما رجع تاني، لان لو ما كانش رجع كان ممكن يطول. انا بقول لكم قعدت 3 سنين اشوفش بني ادمين، والله العظيم ما اشوف بني ادمين خالص، اللي هو انا مخضوض مش مصدق يعني. نادية بتقول لي شكرا لدعمك للاهلي يا اسلام، انت متفاهم جدا، اجبرتني على عدم مشاهده اي محتوى غير لحضرتك، ربنا يبارك فيك يا استاذه ناديه، من ذوقك تيتو والله. زمان زمان كل الحاضرين الماتش كانوا اكتر من الاهلاويه اتوقع. مصطفى تحياتي ليك، تحيه من جمهور الترجي لاخونا اسلام، ده حفنني يا رب اكون قاري اسمك صح. تحياتي لكل المكشخين المحترمين بادئين مع بعض موضوع جديد اهو. عبد الله بيقول لي ربنا يصبره يا رب يا عبد الله ويهديك كده يا عبد الله. مش عارف عبد الله مالك تعليقاتك النهارده غريبه ليه. عمر السعيد اهلاوي بحبك والله اسلام، ربنا يخليك، انا مطول معاكم كتير النهارده علشان مفتقدين بعض وبقالي كتير ما طلعتش من حضراتكم، عشان انبه عليكم كمان يا جماعه تعملوا اشتراكات في القناه وتفعلوا زر الجرس. انا بحبك يا اسلام اهلاوي، ده مصطفى قرني ربنا يخليك، ربنا يديم المعروف. امام عاشور اتقطع مر منه الكوره اكتر من مره تقريبا مرتين النهارده، مروان عطيه ما غلطش خالص، ده بيبو توفيق. معلش برده يعني ده بتحصل يعني، عادي ان الكوره تتقطع من اللاعب، بس اهم حاجه تاثيره في الماتش، تاثيره في الماتش كان عامل ازاي. انا بشكركم جدا على المتابعه واشوفكم باذن الله في لايف تاني، اسف لو كنت طولت ولكن كنت محتاج برضو ان انا اقرا تعليقاتكم واوصل لكم برضو رسالتي، وربنا يهدي الجميع ونشوف كره كويسه في القاره بالكامل اللي تراجعت بشكل كبير ان شاء الله. استاذه منى بتقول هشجع بكره الزمالك عشان خاطرك ربنا يخليكي. حاتم بيقول لي محترم يا اسلام واصيل. مصطفى ورني يا اسلام انت ابن ناس ومحترم ربنا يخليك، من مصلحه الكره المصريه رجوع الزمالك المنافسه ده اكيد. تحياتي ليكم، يومكم جميل، واشوفكم على الف خير في لايف تاني. سلام عليكم.